الفريق الوطني جاوا باش يحاولوا يعيشوا الذكرى اللي كان والصدى اللي كان خلاه الفريق الوطني هنا بمدينه اكادير، حيث انه كان قدم واحد المباراه ممتازه جدا، المباراه اللي كانت جمعته مع منتخب بلغاريا واللي كان انتصر فيها بواحد الحصه كبيره وهي 4-1. هل سيتمكن الفريق الوطني في هذه المباراه الوديه التاليه التي تقام هنا بمدينه اكادير اعاده نفس المستوى ونفس الحصه؟ ذلك ما غنتعرفوا عليه من خلال هذا اللقاء اللي غينطلق بعد لحظات. اذا امامكم كما تلاحظون العناصر الفريق الوطني، شيخ سيدبا، فاليفاي، عمر دياب، بقيه بالنسبه للاعبين ديال الاحتياط، هناك حسين ديو كحارس ثاني، هناك بقيه اللاعبين مامادو سيلو، ميلا كورفار، داودا سيني، ساليف كايتا، وانباد باتشير، المدرب هو السيد وهمي، هناك كذلك ابرامي، الحضروي، فهمي، الكروز، حجي، كاماتشو، رمزي، شلول، طاهر الخلج، وشيبو. في الاحتياط هناك الشاذلي والصفري، سلامي، وغزيف، ومريانا. المدرب السيد هاري ميشيل، فهو السيد يحيى حدقة، وتساعده كل من عبد المجيد بوعافية وكذلك عبد المجيد جديو. اذا انطلقت المباراة وانطلاقه كانت لصالح المنتخب الوطني، ورمزي ابرامي قداف، واول اصابه، الاصابه من طرف لاعب كاماتشو. لاعب كاماتشو يسجل مع انطلاق المقابله. اذا في الثواني الاولى الحكم يرفض هذه الاصابه بدعوى شرود. اذا شرود ومحاوله ثانيه، ما عرفتش انا لانه ما عندناش ما يعرف بالتلفاز باش يمكننا نتبع معكم النقل ديال التلفازه، فمعذره، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي هنا بالملعب. ما عرفناش شنو، شكون اللي كان شارد، واش كاماتشو او احد اللاعبين. الوقت اللي كنا تبعناش كاماتشو، كاماتشو اللي تيلعب اليوم المباراة ديالو رقم 24 في صفوف المنتخب الوطني. إذا النتيجة ما تغيرتش دائما. الحضروي مناجيدة في اتجاه رمزي، واش غيتمكن منها شيبو؟ بالفعل تيتمكن منها شيبو، تيقداف لكن بعيدة، بعيدة على طاهر. كل الكرة تدوز على طاهر، هذه ممتازة. رمزي الآن، رمزي، ولكن مع ثلاثة ديال المدافعين، رمزي غادي يقداف بالفعل ولكن بدون صعوبة على عمر ديالو. هو شرط لفائدة الفريق الوطني، نفذ الشرط لعند حسن كشلول، حسن كشلول تمرر لعند حجي، حجي تيراوغ، تيقداف حجي، لكن فيها الحارس عمر ديالو. لاحظوا كما قلت الوسيلة الوحيدة الآن هي القذف من بعيد، لأنه تعذر الآن على العناصر الوطنية اختراق الدفاع المتكتل ديال الفريق السنغالي. هذه إعادة لهذه المحاولة، وكانت ربما فاريفاي، فاريفاي عند فاديكا، فاديكا قداف، وفهمي يحول الكرة الزاوية. وهذه ثاني محاولة في هذه الجولة بعد المحاولات ديال حجي قدفة أيضا كانت متجهة للزاوية اليمنى. الآن تمرار عند حجي، تراوغ، حجي فرصة لفائدة الفريق الوطني، حجي تمرار عند حسن كشلول، فرصة واضحة لفائدة الفريق الوطني. المفروض انه رمزي ما تحكمش في الكرة، الشيء اللي خلى الكرة تمشي نوعا ما سهلة بالنسبة لعمر ديالو. التمريرة ديال حجي لعند رمزي اللي قذف، ولكن ما الجهة اليمنى متحركة بعض الشيء. هذه الرمزي وقذفة ديال محاولة أخرى ديال اللاعب حجي. لاحظوا الإعادة تمشي بعيد على مرمى الحارس عمر، استبعاد الكرة عند عادي الرمزي، تضيع الكرة، هجوم مضاد، ما كاينش هناك شروط، حذاري
تمر جانبية، تمر جانبية عن طريق اللاعب باباسا. كانت هذه أخطر فرصة في هذا الشوط لفائدة الفريق السنغالي. يلحقوا بأنه هاري كمان لعب بواحد ذكاء كبير، فقط حانوا الحظ لأنه استبطى صار ورقم 13 إقداف هدفة قوية. العكس هو اللي لاحظناه، الكرة الثابتة ديال المنتخب السنغالي الآن يعني لعبوا بواحد الطريقة ذكية. حضراوي حجي ممتازة هذه المحاولة، عادل رمزي، عادل رمزي إقداف. الفكرة كانت ممتازة جدا، وإن كانت الكرة ما شكلت شي خطورة على عمر ديالو كما تنشاهدوا من خلال هذا العرض. هدفة كانت تكون تقريبا في وسط الشباك في متناول الحارس عمر ديالو. الحكم الآن يعلن عن خطأ لفائدة الفريق الوطني. تضيع الكرة للفريق السنغالي طاهر الخليج، كرة طويلة والحكم يعلن عن نهاية الشوط الأول بالتعادل 0 لمثله بين المنتخبين. وقع أنه النتيجة كنتظروا نتيجة أفضل. لاعب السلامي جمال السلامي وذلك محل اللاعب فهمي. إذن تلاحظوا فهناك عنصر واحد يدخل خلال الشوط الثاني ضمن المنتخب الوطني وهو اللاعب السلامي. إذن انطلقت اللقاء ومحاولة وتدخل أيضا ممتاز لعمر ديالو لصاحب المحاولة هو كاماتشو. هذه الكرة تقلب عليهم كاماتشو كثير. تشاهدوا من جديد اللي كانت عالية لبعض الشيء اللي ما خلاش يتحكم فيه. من جديد عند منتخب السنغال يعني التمريرات ضائعة أحيانا كثيرة. هذا رقم 17 هاري كاميرا. يعني مرات شي بعيد من المرمى فهمي. محاولة بوسط لاعب موسى مضير رقم 14 لفائدة المنتخب السنغالي. فتتلاحظوا الثاني سؤال على السيد حدقة الحكم ديال هذه المقابلة عن الأسباب. فرصة نعم عن الأسباب اللي خلاته ما يكتسبش الإصابة اللي كان سجل كاماتشو، فقال بأنه حكم الشرط شار له بأن هناك شروط. تلاحظوا الإعادة هذه الفرصة واضحة لتسجيل هذا السبب بالنسبة للفريق الوطني بالتحدي للاعب عادل رمزي. تلاحظوا الخطفة ديالو ما مشاتش مركزة بالشكل الجمهور. المحاولة ديال وي وي هذه فرص ما خصهاش تضيع، ما خصهاش تضيع هذه الفرصة ياك شلول. حجي قداف تتلقط احد المدافعين تترجع تنزل امام كشلول. الحكم ما كانش رفع العلم ديالو المشير الى الشروط ديال كشلول. لاعبين في المستوى خصو محترفين يكونوا في واعين بالمسؤوليه ديالهم، وايضا الاساسي هو الجديه. هجوم الان لفائده الفريق الوطني. كره ضربه راسيه ديال كاماتشو تتمشي محادية. هذه فرصة لفائدة الفريق الوطني بواسطة لاعب كاماتشو. دائما ننتظروا عمليات فردية كما هو الشأن الآن بالنسبة لحجي. قام مجهود فردي من الجهة اليسرى خرج كرة نحو رأس كاماتشو اللي دازت كانت تقريبا من اللاعب نحو الرأس ديال كاماتشو. شنو غيوقع؟ كرة في اتجاه كاماتشو ولكن كانت نازلة بعض الشيء. مريانا من جديد وهذه محاولة تدخل ناجح ديال عمر ديالو مرة أخرى. عمل الحارس عمر ديالو بين على مهارات عالية. المحاولة الأولى ديال
ديال كشلول والثانية ديال كاماتشو. يعني كشلول كان نعتقد بأنه دخل الكرة. يعني المباراة انتهت، اللعب الآن الوقت الميت وضربة خطا تنفدات قوية، حدفة قوية تتمر محادية من طرف من مرمى الحارس فوهان. كرة تخلعوا هذا الواقع، كانت حدفة قوية، تلاحظوا الإعادة. يعني أي واحد كان يلمسها كانت يعني تكون تشكل خطورة على حرام انه فريق مثلا السنغال اللي تستعد وقام بهذه المقابله ممتازه ومستوى جيد وخسر. واه بغاو يفاجئوا فهمي، ولكن مستوى الفهمي ممتاز جدا. الجمهور بدا يغادر ارضيه الملعب. حسن كشلون على خطا لفائدة المنتخب الوطني، ما بقاش وقت كثير باش يعلن الحكم على نهاية هذه المباراة. وفي هذه اللحظة إذن يعلن الحكم على نهاية هذه المباراة بالتعادل السلبي 0 لمثله. التعليق كل واحد عنده التعليق على اي المنتخب الوطني ما ظهرش بالمستوى اللي كنا تنتظروا.